بسم الله. لغاية دلوقتي احنا شغالين في السنجل سايكل وخلصنا الداتا باس، وفضلنا الجزء الثاني الكنترول باس. ده بيجي منين بقى؟ او السيجنالز بتاعت الماكسس بتيجي منين؟ الماكس ازاي بيتفتح وبيبقى بزيرو بواحد؟ تمام، هي دي المشكلة عاوزين نحلها او عاوزين نعرفها. احنا وصلنا في النهاية خالص، لو حطينا كل الحاجات او كل الداتا باسز بتاعه كل الانستراكشنز اللي احنا قلنا عليهم في شكل واحد هيبقى بالمنظر اللي شكله صعب شويه دوت، صح؟ بس هو سهل، انتوا عرفتوا احنا بنوصل واحده واحده ازاي، وهنشبك معاها يعني الدايره بتاعه مثلا الار تايب بتاعه الاد، هنضطر نشبك معاها ماكس معين عشان نحط تكمله للاي تايب، هنضطر نشبك معاها جزء تاني عشان نعمل البرانش انستراكشن، هنضطر نعمل معاها جزء تاني عشان الجامب، وهكذا. فهتوصل في النهايه للشكل دوت. طيب، انما بقى الكنترول سيجنال جت منين؟ القيم بتاعه الكنترول سيجنال جت منين؟ ده اللي احنا لسه ما خدناهوش لغايه دلوقتي. عاوزين نتفق الاول اللي احنا وصلنا في النهايه لثلاث انواع من الانستراكشنز. النوع الاولاني اسمه ار تايب، والنوع الثاني اسمه اي تايب، والنوع الثالث الجامب تايب. طب فين البرانش؟ ما هو البرانش يعتبر اي تايب. طب واللود والستور؟ ما هو يعتبر اي تايب. انا بقول كده على اساس ايه؟ بقول كده على اساس التقسيمه بتاعت الانستراكشن نفسه. لو بصيت في الانستراكشن كده هتلاقي الانستراكشن الاولاني اللي هو الار تايب بيتقسم السته بايت، السته بت الاخرانيه بتاعت الاوبي كود، وبعد كده خمسه بت ار اس، والخمسه بت اللي بعديهم ار تي. ايه الار اس والار تي؟ دول ريجسترز، انتوا عارفين طبعا. الار اس السورس ريجستر، والار تي والار دي دول الايه؟ الار اس والار تي سورس ريجستر، والار دي ديستنيشن. برافو عليك. وتلاحظ ان الموضوع غريب شويه، ان الديستنيشن هنا مرمي في الاخر. احنا الديستنيشن اللي اخذناه في الاكس 86 كان بيبقى في الاول، صح؟ فانت خد بالك لان دي ماشين ثانيه مش هتفرق كتير. طيب، وفي حاجه بعد كده اسمها شيفت اماونت، مش مشكله ديت، تعرف دي بتاعت ايه. وفي الفانكت، والفانكت هتعرفها النهارده. شيفت اماونت دي بتاع امر اسمه شيفت، بس مش هنتكلم عنه يعني. تمام، انما الاي تايب اللي هي زي الاد ريجستر وريجستر واميديت، تمام، ده اسمه الاي تايب. هو زي التقسيمه بتاعته زي اللود والستور، عشان كده اعتبرناهم كلهم ايه؟ اعتبرناهم كلهم اي تايب. اعتبرناهم كلهم اي تايب. اخر حاجه الجي تايب، ده اللي كان غريب عنهم كلهم. ليه؟ لانه هو عباره عن اوبي كود واميديت. بس الاميديت في الحاله ديت مين؟ الاميديت في الحاله دي عباره عن ايه؟ 26 بت. 26 بت، عشان كده هو هنعمله نوع لوحده. فكده الار تايب والاي تايب اللي هو بيشمل بقى اللود والستور والبرانش والاد اميديت، تمام، والجي تايب اللي هو الاخراني اللي فيه الاميديت بيعتبر هو ادرس. ده هنا يعتبر ادرس، قيمه بتدل على ادرس، تمام. تعالوا بقى نعرف الكنترول سيجنال. ايه بقى الحاجات دي؟ ايه الحاجات الزرقاء دي؟ بتيجي منين؟ هي دي المشكله. ايه الحاجات الزرقاء دي؟ هو ده اللي ناقصنا، ده اللي عاوزين نعرفه. قيمتها بتيجي منين دي؟ الحاجات دي قيمتها بتيجي منين؟ طب تعالوا نفهم الاول هي بتشتغل ازاي؟ تعالوا نشوف هي بتشتغل ازاي مع الامر، وبعد كده نعرف قيمتها جت منين. حلو؟ نعرف هي بتشتغل ازاي. مثلا لو احنا عندنا الريجستر ديستنيشن اللي هو دوت، بيشتغل ازاي؟ بيشتغل كالتالي. لو قيمته بصفر، او بنقول عليه اللي هو دي اسيرتد، لو قيمته بقت بصفر دي بنسميها دي اسيرتد، تمام. في الحاله ديت يبقى الديستنيشن يعني الناتج هيرجع في انهي ريجستر؟ في الحاله ديت الناتج هيرجع في الار تي. في حاله، وطبعا احنا عارفين ان الار تي بيتحط من البت 16 للبت 20، عرفنا ازاي؟ ما هو الامر اهو، اهو الار تي من 16 ل 20، ده مش الشكل بتاعها، تمام. يعني لو قيمه
الريجستر ديستنيشن بقت بزيرو، يبقى الناتج هيرجع في الخانه دي. انما لو قيمه الريجستر ديستنيشن بواحد، يبقى الناتج هيرجع فين؟ في الخانه دي. خلاص كده؟ يبقى هو دوت بيشتغل بالطريقه دي، لو زيرو يبقى في الار تي، لو واحد يبقى في الار دي. عندنا امرين، الار تايب والاي تايب. في حاله الار تايب انت بتجمع الار تي والار اس، صح؟ ويرجعوا فين؟ في الار دي، صح؟ عند حد عنده اختلاف؟ ماشي. الدايره دي عاوزين نركبها مع الدايره دي. طب الدايره دي بتقول ايه؟ بتقول ان الار اس بنجمعه على الانميديت ويتحط فين؟ في الار تي. يبقى الامر ده بيرجع في الار تي، والامر ده بيرجع في الار تي. عاوزين نركب الدايرتين مع بعض، فبنعمل سويتش بين ماكس. تمام؟ الماكس دوت لو ادينا له زيرو، يبقى احنا شغالين على مين؟ لا، على الناتج هيرجع في الار تي، يعني احنا شغالين امر اي تايب. يبقى هنمشي على دايره الامر الاي تايب. فهمت؟ لو واحد، يبقى احنا شغالين على، يبقى الناتج هيرجع في مين؟ في الار دي. يبقى احنا شغالين انهي نوع؟ الاي تايب، الار تايب. خلاص كده؟ تمام. وهكذا بقى مع كل واحده فيهم. فهنشرحهم على الرسم احسن، بدل ما نقعد قدام الجدول العقيم دوت، الجدول مليان كتابه كتير. نشرحهم. بيقول لك في الار تايب دي كل القيم بتاعت الريجستر، بتاعت الماكسس، بتاعت الكنترول يعني. وفي اللود دي كل القيم بتاعت الايه؟ الماكسس او كنترولز. وفي الستور دي كل القيم. نشرحها على الرسمه. تمام. هنشرحها على الرسمه ازاي؟ اهو عندنا، لو احنا بنعمل ار تايب، يعني بنقول اد ار اس وار تي، والناتج هيرجع في الار دي. يبقى احنا عاوزين نحط في الريجستر بتاع الديستنيشن كام؟ برافو عليك، واحد. يبقى الناتج هيرجع فين؟ في الار دي. تمام. يبقى هنا فعلا هنحط واحد. حلو قوي. طيب هو هنا السورس، احنا عندنا السورس مين؟ ار اس، ومين تاني؟ وار تي. هو السورس ممكن يكون حاجه تانيه في دايره تانيه. السورس في الاي تايب بيكون جاي ايه؟ بيكون جاي امتي. برافو عليك. احنا دلوقتي عاوزين السورس من مين؟ من الار تي. الار اس دايما موجود في الامرين. احنا عاوزين اللي هنا السورس يبقى مين؟ الار تي. لان السورس ممكن يكون الار تي مره او مره الامتي، صح؟ فهنا هنعمل ماكس. في حاله اللي احنا عاوزين السورس ده يبقى ار تي، يبقى الماكس ده هنا هنحط له صفر. خلاص؟ تمام. في حاله اللي هو اميديت، واحد. برافو عليك. الميموري تو ريجستر، يبقى في الحاله دي الميموري تو ريجستر الماكس دوت هنحط له صفر. كل دي تظبيطات بحيث ان الدايره تمشي في مسارات معينه ويتنفذ الامر ده زي ما احنا عاوزين. بس هي دي الفكره. فاحنا بنحط القيم دي على الاساس ده. وهقول لكم القيم دي جت منين؟ مش جت هاب هازارد كده، يعني مش جت من السماء. لا، ده احنا اديناها له بطريقه معينه، بس انا لسه مخبيها عنكم. انا بقول لكم هي شكلها ايه دلوقتي بس عشان الدايره تتفتح. عاوزين ننفذ الدايره دي، بنحط هنا واحد، ونحط هنا صفر، ونحط هنا صفر. حلو؟ تمام. وايه تاني؟ بنحط هنا، مش الناتج هيرجع يتكتب في مين؟ في ريجستر، في الار دي. يبقى لازم نفتح الدايره بتاعه الكتابه في ريجستر. مين المسؤول عنها؟ كنترول اسمه ريجستر رايت. يبقى ده نديله كام؟ نديله واحد. طب والباقيين دول؟ الباقيين دول زي الميموري ريد. احنا هنعمل اي حاجه في الميموري؟ هنقرا منها؟ مش هنقرا من الميموري، مش هنعمل اي حاجه. كل الشغل عندنا في الامر دوت في ريجسترز. يبقى نحط دي بزيرو. طب هنرجع نكتب في الميموري؟ يبقى برضه هنحط الميموري رايت، الكنترول اللي اسمه ميموري رايت اللي هو دوت، هنحطه برضه بزيرو. حاجات منطقيه جدا. احنا عاوزين نمشي الدايره في مسار معين، فبنحط الكنترول دوت بالقيم اللي انا قلت لكم عليها دي. تمام. والباقي، الحته دي بتاعت البي سي سورس. البي سي دوت البروجرام كاونتر. هو البروجرام كاونتر ممكن يجي منين؟ في اوامر العاديه زي الاد بنجمعه زائد اربعه، يعني الامر اللي بعد الاد هيبقى انهي امر؟ فبنجمع البي سي اربعه عادي. لكن في امر زي الجمب، لا، ده احنا بنجيب
بنحسب حسبه للادرس بتاع الجنب ونحطها في البي سي. طب والامر بتاع البرانش؟ لا، ده احنا بنحسب حسبه الامر بتاع البرانش ونجيب الادرس، ومش كده وبس، بنشوف شرط، ولو الشرط ده اتحقق بنحط القيمه دي في البي سي. فالموضوع فيه ثلاث، يبقى البي سي دلوقتي بياخد قيمه منين؟ من ثلاث حاجات مش حاجه واحده، يا مباشره بي سي زائد 4، يا من الجنب يا من البرانش. يبقى هنا لا احنا محتاجين قيمته من الجنب ولا من البرانش، يبقى هنا هنحط البي سي سورس ده بايه؟ زيرو. البي سي سورس هنا القيمه دي في حاله الايه؟ البرانش او الجنب، تمام؟ هي ناقص لها حته عشان تبقى جنب، بس هنخليها كده بس، تمام؟ حلو، حطينا القيم. ناقص بقى مين؟ مين اللي ما اتحطش في القيم دي كلها؟ حاجه اسمها ALU operand. ايه بقى حكايه ALU operand؟ هقول لكم انا. الـ ALU دوت operand بيدخل له القيم الموجوده من 0 ل 5 في الامر. طب تعالى نرجع للامر كده نشوفه. فين القيم اللي موجوده من 0 ل 5 دي؟ فين القيم الموجوده في الار تايب؟ احنا بنتكلم على الار تايب. فين القيم اللي موجوده من 0 ل 5؟ حاجه اسمها ايه؟ فانكت. دي قيم موجوده في الامر نفسه. يبقى الامر نفسه فيه 6 بت. هنقطعهم كده ونروح مدخلينهم في الدايره دي. يبقى هيدخلوا هنا. يبقى الحمد لله عرفنا اول حاجه. وبعدين وبعدين هندخل معاهم حاجه اسمها ALU operand. ALU operand ديت بنجيبها منين؟ دي قيم برضو ثابته، بنجيبها من الجدول ده. ازاي؟ الامر اللي احنا عاوزين نعمله اسمه ايه؟ اد، اللي هو نوعه ايه يعني؟ ار تايب. تعالى كده بص على الار تايب الاد. الار تايب الاد القيمه بتاعت ALU operand لازم تكون بكام؟ 1 0. هي لازم تكون ب 1 0. يبقى هناخد القيمه دي، ال 1 0 دي فعلا هنكتب هنا 1 0 ونخلطهم بطريقه معينه مع كلمه فانكت اللي هم كام بت؟ 6. يبقى ناخد ال 1 0 وناخد ال 6 بت ونضربهم في الخلاط دوت، ده جواه دايره. الله اعلم بيها، احنا ظبطينها الدايره دي. نظبط الدايره دي تعمل ايه بقى؟ هتروح اخدك كونتين دول واخده ال 6 بت وعامله لهم مسارات معينه مستخبيه جواها، احنا مش عارفين هي جواها ايه، وتروح مطلعه السته والاثنين دول على هيئه دول السته. دول السته في حاله الاد من الجدول دول، لو بصيت هتلاقي في حاله الاد هتلاقي السته دي قيمتهم كده. هي قيمه ما قلتلكمش جت منين، بس هي لازم تدخل كده، هقول لكم هتيجي منين بعد كده ان شاء الله، تمام؟ نكمل، نخلط الاثنين دول مع بعض ويطلع لنا من الدايره دي اربع قيم بس، اربعه بت بس. الاربعه بت دول بقى هم اللي بيدلوا على الامر. يعني لو قلنا 1 0 0 0 ده مثلا القيم دي بتبقى في جدول، انا مش حافظهم كلهم. اول ما يوصل للاي ال يو 1 0 0 0 يبقى هو عارف ان هو يعمل اد، او 1 0 0 1 صبر، او واحد اهي. ايه بقى القيم ديت بالظبط؟ جيبها لنا بدقه اهو. الاربع قيم اللي هيطلعوا هنا في حاله الاد اهي 0 0 1 0، دي القيم المظبوطه. يبقى القيمتين دول هيتلخبطوا مع دول في دايره وهيطلعوا القيمه دي. القيمه دي هي اللي هتقول للدايره بتاعت مين؟ البروسيسور اعمل لي اد، او هتفتح المسارات اللي جوه البروسيسور بحيث ان الحاجه القيم اللي داخله ما تعرفش تمشي الا في دايره ايه؟ الاد. زي ما قلت لكم كنت شرحتها قبل كده ووضحتها، زي الارض. لو احنا عاوزين نسقي الارض نعمل ايه؟ هنتخيل ان دي الارض، عاوزين الميه تدخل من الناحيه اللي هناك دي، نروح قافلين الحته دي فالميه كلها تدخل من الناحيه اللي هناك. عاوزين الميه تدخل هنا نروح سدين هناك الميه تدخل من هنا. فهي دي القيم اللي بتدخل للبروسيسور، اربع قيم هم اللي بيقولوا للبروسيسور يعمل ايه بالظبط. يبقى قيمتين مع سته يطلعوا من دايره اربعه يطلعوا بالشكل ده، هم دول الاربعه. حلو قوي، الحمد لله احنا فهمنا مين؟ الاد، تمام، او الار تايب. ده الار تايب، في اد ار تايب، في اد تبع الار تايب، في اد ثانيه تبع الاي تايب. تعال نشوف الاي تايب اللي هي دي الاد الثانيه اللي تبع الاي تايب، عاوزين نعمل فيها ايه بقى؟ الوضع اتغير. هو هنا بقى مين السورس اللي عندي؟ الار اس والاميديت، دول اللي هيتجمعوا يتحطوا فين؟
في الار دي، يبقى لازم نغير الايه؟ المسارات. نغير المسارات على اساس مين؟ على اساس الكنترولز دي، دي ودي ودي. ازاي؟ في الحاله دي احنا عاوزين مين يبقى الديستنيشن؟ الار تي. يبقى نعمل ايه هنا؟ يبقى هنا نحط زيرو. الثانيه كنا بنحط واحد، يبقى اكيد دي هنحط زيرو، صح؟ ما ان الثانيه كانت واحد، يعني الثانيه لما كنا بنحط كنا بنحط واحد، يبقى اكيد دي هتبقى ايه؟ زيرو. العكس، الموضوع سهل جدا. تمام. وهنا احنا كنا قلنا الايه؟ اليو سورس. والسورس بقى بناخد القيم من مين المره دي؟ من الايميديت والار اس. هنا كنا الاول في الامر اللي قبله كنا بناخد الايميديت من الار تي والار اس، فهنا كنا عاملينه بايه؟ بزيرو. يبقى اكيد في الثاني هنعمله بايه؟ واحد. برافو عليك. موضوع سهل جدا، احنا بنعكس الدايره بس عشان نخلي المسارات تمشي في اتجاه معين. تمام، حلو قوي. طب والباقي بالنسبه للميموري تو ريجستر؟ احنا ما فيش حاجه هتطلع من الميموري، احنا ما فيش فعلا حاجه هتطلع من الميموري للريجستر. في اي حاجه هنا هتطلع من الميموري هتروح للريجستر؟ لا. امال ايه الايميديت دي؟ الايميديت دي رقم صريح مكتوب في الامر، مش هيجي من الميموري، ده موجود في الامر نفسه، وانا وضحتها المره اللي فاتت وهوضحها تاني. تمام. والباقي؟ الباقي احنا هنكتب الناتج في الريجستر. الناتج هيرجع في مين؟ في الار تي. يبقى اكيد لازم نفتح الكتابه، نسمح بالكتابه في الريجستر. وايه كمان؟ حاجه هنعمل اي حاجه في الميموري؟ يبقى مش هنقرا من الميموري، يبقى ده بزيرو. هنكتب في الميموري؟ لا، مش هنكتب في الميموري، يبقى ده كمان بزيرو. طب وبعدين؟ في برانش البي سي، في برانش؟ لا، مفيش برانش، يبقى ده بزيرو. فاضل مين؟ القيمتين اللي بيضايقونا دول. هناخد 6 بت من هنا مع 2 بت من هنا. ايه ال 2 بت المره دي؟ قيمتهم 0 0. جبتها منين؟ جبتها من الجدول. الجدول ده جه منين؟ هقول لك لسه، هقول لك الجدول ده جه منين. المهم اللي هنا فيه ايه؟ 0 0. كل القيم دي لغايه دلوقتي واضحه قدامنا، الموضوع مش صعب، هي بس القيمتين دول اللي بتضايقنا. تمام؟ هنا ال 6 بت والقيم دي بتيجي من مكان ما، لو اخدت بالك هنا السلك ده مقطوع، هو السلك ده مقطوع، مفيش حاجه اسمها سلك مقطوع، لازم توصله بحاجه. يعني مين اللي هيديله الواحد ومين اللي هيديله الزيرو؟ هقول لكم انا. واضح؟ تمام. فهنجيب الزيرو دوت، الزيرو زيرو دوت، ونجيب الست قيم دول اللي في الحاله دي ما يهمش هما زيرو ولا واحد. اي اي تايب، اي اي تايب ما يهمش القيم بتاعه الفلكت هي زيرو او واحد، يعني لو بزيرو تمشي، لو بواحد تمشي. ليه؟ لان هو مش مهم بالنسبه للامر ده. فبما ان هي لو زيرو تمشي او واحد تمشي او هو مش مهتم بيها، بنكتبها ايه؟ اكسبت. مش مهم. دي او دي عادي، مش هتفرق لانه مش هيعتمد عليها اصلا. يعني من الاخر الدايره دي بدل وصل لها زيرو زيرو مش هتعبر دول، لكن الاول كان واصل لها ايه؟ واحد زيرو. تمام؟ هتطلع في الحالة دي أربع قيم تانيين يدخلوا للبروسيسور يقولوا له إيه؟ اعمل آد اللي من نوع إيه بقى؟ إيميديت، اللي من نوع إيميديت. طيب واللود؟ على فكرة القصص دي أنا عمال أعيد، هي ليه أنا بعيد؟ عشان أوضح لك، عشان أنت بعد كده تبتدي تستنتج. اللود بيشتغل على إيه؟ اللود بيشتغل على حاجة اسمها بيس، بس البيس في الحقيقه هو الايه؟ الار اس، بس احنا بنكتبه بيس كده عشان نعرف اللي دوت مرتبط بالادرس. هناخد الار اس نلزقه في الايميديت اللي هو هيبقى الاوفست عشان يعمله ادرس، فبنكتبه بيس، لكن هو ار اس، هو الار اس. فهنعمل الار اس وندمجه مع الايميديت يطلع لنا ادرس، بس الادرس ده المره دي منين؟ من الميموري. هنلود قيمه من الميموري، نحطها فين القيمه دي؟ نرجعها في الار تي. فهمتوا؟ طيب يبقى احنا محتاجين ايه المره دي؟ الميموري. يبقى منطقي ان القيم دي بتاعت اللي احنا هنريد من الميموري مالها؟ يبقى منطقي ان احنا نحط الحته دي بواحد عشان نقدر نريد من الميموري. هو احنا هنكتب حاجه في الميموري؟ يبقى منطقي ان احنا نحط دي بايه؟ بزيرو. الموضوع بقى سهل؟ فهمتوها؟ تمام. نحط بقى القيم. الاول هنبدا بالترتيب زي ما اتعودنا. بالنسبه للديستنيشن، الديستنيشن مين المره دي؟ ار تي. يبقى نحط هنا كام؟ زيرو. برافو عليك.
والسورس السورس عندنا في الحاله دي immediate، يبقى فعلا هنحط واحد. تمام، فعلا هنحط واحد. وبعد كده كنا بنجيب مين بعد كده؟ الميموري تو ريجستر. الميموري تو ريجستر في الحاله دي هي واحد، لان في قيمه المره دي طالعه منين؟ من الميموري. في السؤالين اللي قبل كده، في الامرين اللي قبل كده، مفيش اي قيم طالعه من الميموري. ما احنا بنقول اسمها ميموري تو ريجستر، يعني قيمه هتطلع من الميموري تخزن في ريجستر. منتهى البساطه، هو الامر ده في قيمه هتطلع من الميموري تخزن في ريجستر. اه تمام. وبعد كده هنا ريجستر رايت اكيد بواحد، لان احنا هنكتب القيمه اللي هتطلع في ريجستر ار تي. طب وبالنسبه للميموري رايت، الميموري ريد بواحد والميموري رايت بزيرو، والبي سي احنا مش هنعمل برانش، يبقى دي بزيرو زي ما هو. يعني ايه بزيرو؟ يعني احنا هنعتمد على الحته الدايره دي، مش هنخش في الدايره دي خالص. هنعتمد اللي احنا بنزود البي سي، يعني الامر اللي بعد كده نجيبه ازاي؟ نجمع البي سي على 4 وخلاص عشان نجيب الامر اللي بعد كده. طب وبالنسبه لاي ام يو اوبريشن، يبقى هيبقى هنا ايه؟ 0 0. واحنا قلنا لما بيكون هنا 0 0 بنعمل ايه؟ ما يهمناش اللي باقي، فهنكتبه اكس 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 اكس. صح؟ تمام. طب بالنسبه للبرانش بقى، هو الستور زي اللود، بس في حته بس هي اللي تختلف، اللي احنا هناخد من الريجستر نحط فين؟ في الميموري. يعني ايه اللي هيبقى مختلف هنا؟ اه ديت هتبقى واحد، ديت تبقى زيرو. برافو عليك ما شاء الله. فهمتوها؟ الموضوع وصل؟ تمام. هنيجي هنا نعمل برانش. البرانش بقى المره دي ماله البرانش؟ هو عباره عن ايه؟ زي الاي تايب بالظبط. عندنا ار اس وار تي واميديت. بس في الحاله دي الاميديت بيعتبر ايه بقى؟ ادرس. يعني لو سمحت اعمل لي جامب على الادرس ده عشان تجيب منه امر. يعني البي سي معتمد على البرانش المره دي، يعني الناتج بتاع البرانش في الاخر هو بيصب فين؟ في البي سي. البرانش دوت زي اف ستيتمنت. لو شوف الكونديشن دوت، لو صح اعمل الامر ده، لو غلط اعمل امر تاني. ازاي نروح للامر ده او الامر التاني؟ بنجيب الادرس بتاع الامر وبنقارن القيمتين دول مع بعض، وبنظبط الادرس بطريقه معينه. كنا بنظبط الادرس بطريقه معينه، احنا قلنا لان الادرس ناقص، الادرس في الحاله دي 16 بت، لكن احنا شغالين على ماشين كام؟ 32. لازم كنا بنكمله بعمليه كده، كنا بنكمله بعمليه، العمليه دي اللي بيعملها البروسيسور. فنكمل بقى بالنسبه للار اس والار تي. هو هنا الديستنيشن، يعني الناتج اللي هيرجع من العمليات اللي هتتم في الاوبريشن دي هيرجع في الار اس ولا الار دي؟ في الار تي ولا الار دي؟ ولا هيرجع في الار دي ولا هيرجع في الار تي. هنا اصلا احنا ما بنعملش اد ولا صب، ده احنا هنا بنقول ايه؟ بنقول قارن لي، شوف الادرس ده ولو ونقارن لي بين القيمتين دول، ولو هما فعلا ايكوال، لو هما بيساووا بعض روح لي على العنوان، يعني انا مش عاوز الناتج بتاعهم. صح؟ بنقارنهم ازاي؟ اللي احنا بنطرحهم من بعض. لو طلعوا بزيرو يبقى هما اكيد ايه؟ ايكوال. لو طلعوا برقم غير الزيرو يبقى هما اكيد ايه؟ مش ايكوال. مين اللي بيعمل العمليه دي؟ الاي ال يو. يعني الاي ال يو في الحقيقه هنا بيعمل عمليه ايه؟ طرح. فهمتوا؟ فاحنا بنطرح القيمتين دول من بعض وبنحسب العمليه بتاعت الميديت في الحته دي، العمليه بتاعت الادرس بنحسبها في الدايره دي. المره دي بنحسبها في الدايره دي. تمام؟ بعد كده هنعمل ايه؟ يبقى احنا عاوزين نرجع حاجه في الريجسترز، يبقى ما يهمش، يبقى نكتبها اكس 0 1 ما تفرقش. صح؟ تمام. وبالنسبه للسورس، السورس جاي منين المره دي؟ اه السورس المره دي جاي من الار تي. احنا قلنا بيكون 0 امتى؟ بيكون 0 امتى؟ هو السورس مسؤول على مين؟ السورس مسؤول عن مين؟ السورس مسؤول الناتج جاي من الار تي ولا من immediate؟ السورس جاي في المره دي منين؟ من immediate، يبقى ديت بزيرو. وهنا بالنسبه للميموري تو ريجستر اه كانت زيرو. مش مشكله، انت لما هتراجعها هتبتدي ايه؟ تكتشف الموضوع لوحدك يعني، او تحفظه تلقائيا يعني. تمام. هنا بقى ميموري تو ريجستر، في اي حاجه هترجع من ميموري هتروح للريجسترز؟ ها؟ اه فما يهمش، فهنكتبها باكس. بالنسبه للريجستر رايت، في اي حاجه نكتبها في ريجسترز؟ لا احنا مش عاوزين اي ناتج يرجع في ريجستر، احنا بنقارن الريجسترز ببعض، فهنكتب دي بزيرو. وهنا هنكتب
في حاجه هنقراها من الميموري. الايميديت ده في الحاله دي عباره عن ايه؟ احنا قلنا عباره عن ادرس، يبقى اكيد هنقرا حاجه من الميموري. في اي حاجه هنكتبها في الميموري؟ لا، يبقى دي بزيرو. طب بالنسبه للبرانش، البرانش المره دي واحد، لان ده امر المين، امر البرانش، يعني هنفتح الدايره دي. هو دوت الاختلاف الرئيسي اللي عندنا غير الاختلافات الثانيه. وبالنسبه للاي اليو والاو بي، الاي اليو هنحط فيها 0 1، يبقى الار تايب بنحط 1 0، والاي تايب بنحط 0 0. ومجرد ما نحط 0 0 نهمل الستة بت بتاع الفانكت. والبرانش تايب او البرانش تايب اللي هو يعتبر اي تايب بس هنميزه عن الاي تايب، فهنحط له ايه؟ 0 1. تمام. وبالنسبه للفانكت بقى، هنا بالنسبه للفانكت برضه هيفضل ايه؟ اكسكت. يبقى في حاله 0 0 او 0 1 الفانكت هنا مهمل. يبقى هو الدايره دي لو جالها 0 1 تهمل الايه؟ الفانكت. لو جالها 1 1 1 0 تهمل الفانكت. انما لو سوري، لو جالها 0 0 تهمل الفانكت، انما لو جالها 1 0 ما تهملهمش، وتعمل عمليه وتطلع الاربع قيم وتوديهم للبروسيسور عشان يعرف هو هيعمل اد ولا صب ولا ان ولا اور ولا برانش ولا هيعمل ايه بالظبط. فهمتوا؟ تمام. الحمد لله احنا عرفنا الدوائر بتاعه الكنترولز بتاعه الاوامر شغاله ازاي، عرفنا هي بتتعمل ازاي. هي جت منين بقى القيم دي؟ جت منين؟ جت من السماء؟ لا، ما جتش من السماء ولا حاجه. هقول لك انا شكل الدايره الحقيقي كده. شايفين الحتت المتقطعه دي كلها؟ احنا وصلناها بالشكل ده. وفي حاجه هنا اسمها ايه بقى؟ كنترول. دايره تانية زي دي دايره مقفوله كده وجواها اند واور وناند ونور وحاجات كده، جواها اي سي هات. ايه بقى اللي بيدخل في الدايره دي؟ الدايره دي تتوقع ايه اللي بيدخل لها كده؟ حاجه انتوا اللي هتقولوها لي. فاكرين الاوامر دي؟ مش انا قلت لكم اي امر بيبقى مكتوب في الميموري في 32 بت هناخده كده على بعضه، صح؟ احنا قلنا احنا بنطلعه من الميموري عشان يتنفذ، صح؟ هو الامر هو اللي فيه الشفره بتاعت كل حاجه. ازاي؟ الامر ده احنا قلنا اللي فيه قطع زي فانكت واحنا عرفنا بنعمل بيها ايه، وزي ار اس وار تي وار دي واحنا عرفنا، والشيب اماونت او الشيفت اماونت قلنا اللي احنا هنعديها، مش مشكله. فاضل ايه اللي في الامر؟ الاو بي كود اللي هو بيحدد كل حاجه في الامر اصلا. الاو بي كود ده بقى في الحاله دي بنعمل له ايه؟ بنجيب الاو بي كود وندخله في الدايره دي، والدايره دي متظبطه باند واور وطريقه معينه، بحيث ان الدايره دي هيدخل لها الاو بي كود، والاو بي كود ده متغير، قيم متغيره. في حاله الار تايب بتبقى كلها صفار، يعني ندخل هنا صفار، الصفار دي تدخل هنا تمر على اند واور وناند ونور وحاجات غريبه ما نعرفهاش، مقفول عليها، هنعتبرها كده ايه؟ الله اعلم بيها. هتروح داخله هنا، هتروح مطلعه في الار تايب القيمه اللي احنا عاوزينها للريجستر ديستنيشن. هي هتطلع القيمه اللي احنا عاوزينها اللي احنا قلنا عليها من شويه. الدايره دي هي اللي هتظبط القيمه دي، وهتطلع القيمه دي بالقيمه اللي احنا عاوزينها في حاله الار تايب، وهتطلع القيمه دي في القيمه اللي احنا عاوزينها في حاله الار تايب، وهكذا. فهمتوا القصه؟ يبقى الامر بيجي لي بالشكل ده. الامر اي امر بيجي لي بالشكل ده، هنكتب امر احنا بقى من عندنا. الامر في الميموري بيبقى شكله كده، 6 بت بتوع الاوبي كود 0000 وحاجه بتدل على الار اس، وحاجه ثانيه بتاعه الايه؟ الار تي، وحاجه ثانيه بتاعه الار دي. دي كلها بتاعه الامر. وبعد كده بنكتب ايه؟ بنكتب بتاعه الشيم اديت، الشيم اماونت مالناش دعوه بيها، وبنكتب حاجه اسمها ايه؟ فانكت. تروح الدايره اول حاجه نخرج الامر من هنا، نروح قاطعين الستة بت دول، نروح مدخلينهم في الحته دي، نقطع الستة بت دول ندخلهم في الحته دي. الحته دي جواها دايره معينه، اوتوماتيك كده تروح ملخبطه القيم دي على بعض وتروح مطلعه لي قيمه دي توصل هنا، وقيمه دي توصل هنا، وقيمه دي توصل هنا، وقيمه دي توصل هنا. نفس القيم اللي انا كنت قلتها بتاعت مين؟ لا،
لو هي R type نفس القيم اللي أنا قلتها بتاعت الR type، لو هي I type نفس القيم اللي هي بتاعت الI type، وهكذا. عرفتوا القيم بتتحسب منين؟ من الأوبي كود. عرفتوا أهمية الأوبي كود؟ هو اللي بيفتح الدوائر ويقفلها كلها، هو اللي بيحدد لي أنا بنفذ أي أمر بالظبط، هو دوت اللي الأوبي كود. ممتاز ممتاز تمام. هنا انا رسمت الخط دوت، لو لاحظته تخين شويه لان الاي ال يو كنترول بيطلع بيدخل له كام بت؟ 2. لو تلاحظوا كل واحده هنا كنا بندخل دي واحده وندخل دي واحده وندخل دي واحده، لكن ده كنا بندخله 2 تمام. يا كنا بندخله يا 1 0 يا 0 0 يا 0 1. ممتاز فهمتوها كده. القيم بتاعه الكنترول بدل اتحسبت بدايره بالشكل ده بيسموها كومباينيشنال سيركت، يعني بناخد الامر من ميموري وما يعرفش وما بنبقاش عارفين الكنترولز دي فيها ايه، ونروح حاسبين القيم بتاعتها من الامر نفسه في لحظتها. يعني ناخد الامر نقطع الستة بايت نرميهم في الدوائر دي، الدوائر دي هي اللي تعمل ايه؟ كومبيوت وتحسب القيم دي. عشان كده سميناهم ايه؟ كومباينيشنال كنترولز او كومباينيشنال سيركت. تمام؟ ليه بقول كده؟ لان هتعرف ان في حاجه ثانيه ان شاء الله، الامر بيبقى جاي من غير ما نحسب الكنترولز دي، الامر نفسه متخزن مع الكنترولز دي بطريقه ما. يعني مش هنستغنى على الحته دي ونستغنى على الحته دي، طب ازاي يا عم؟ هنبقى نعرف. الحاله الثانيه اللي لسه ما اخدناهاش لسه هناخدها بيسموها سيكوينشال. يعني القيم بتاعت الكنترول جايه اوتوماتيك من غير ما نحسبها ولا حاجه. لكن هنا القيم دي ما بنبقاش عارفينها، بنقطع الاوبي كود وندخله في دايره تتحسب. عشان كده سميناها ايه؟ تمام حلو قوي. هي ديت بقى القيم بتاعت الكنترول اللي احنا قلنا قبل كده، وقلنا على حكايه الكومباينيشنال دي في الحاله بتاعتنا اللي فيه هاردوير هو اللي بيحسب القيم. في حاله غيرها اسمها سيكوينشال، دي لسه ما وصلنا لهاش. بس تفتكروا الكومباينيشن الاحسن ولا السيكوينش؟ ها ليه؟ عشان فيها كذا اي اس. لا مش عشان كده، بالمنطق كده ايه الاحسن، كومباينيشن ولا سيكوينش؟ بص على الرسمه وانت تفهم. يعني ايه كومباينيشن؟ احنا قلنا يعني في دوائر بتحسب القيم دي، يعني في ايه؟ في دوائر. تاني نقولها تاني، يعني في دوائر، يعني الدايره معقده، يعني في قطعه هاردوير احنا حاطينها تحسب. لكن السيكوينشال احنا قلنا جايه ايه؟ جايه جاهزه، هي جايه من هاردوير برضو بس ميموري، ما بتحسبش ولا حاجه، يا دوبك بناخد منها القيم وخلاص. فهمتوا؟ يبقى الكومباينيشنال احسن ولا السيكوينشال؟ يبقى اكيد السيكوينشال، لان الكومباينيشنال دوت هتاخد وقت عشان تحسب القيم. ما هي اند واور ونند هيمشوا فيهم كهرباء ويقعدوا يلفوا جوه في المسارات لغايه لما ايه؟ يطلعوا الناتج. زي الميه، فاهمين انتوا طبعا، ميه تفضل تمشي لغايه احنا سدين الحته دي تروح ماشيه الناحيه دي، سدين الحته دي تروح ماشيه الناحيه دي لغايه لما توصل. فهمتوها؟ تمام. يبقى احنا قلنا الكومباينيشن، لكن السيكونشال بنجيب القيم بتاعتها من ميموري. احنا كده خلصنا الحته المهمه قوي، فاضل حته بسيطه كده في الجزئيه دي. عاوزين نحسب بقى مين الامر اللي بياخد وقت اطول، او نيفالويت السنجل سايكل زي ما بنقول مايكرو اركتكشر. نحسب مين اطول امر، يعني امر الاد ده هياخد وقت طويل ولا امر اللود هياخد وقت طويل ولا امر مين اللي هياخد وقت طويل. نحسب الوقت بالظبط. نحسب الوقت ازاي؟ فاكرين بس اللي اي امر سواء الاد او اللود او كده بيمر بكم مرحله؟ احنا قلنا المراحل اللي انتم شايفينها دي، الفيتش والديكود والايفالويت والادرس والايفالويت ادرس والفيتش اوبراند والاكسكيوت والستور. طيب وبعدين هنعتبر اي حاجه بناخدها من الميموري، يعني الدايره بتاعه اللي احنا رايحين للميموري نجيب منها حاجه نرجعها، ديت بتاخد 200 بيكو سكند. ايه البيكو سكند ديت؟ ده حاجه صغيره خالص، اقل من نانو سكند، 10 اس سالب 12. تمام، حاجه صغيره، حاجه صغيره خالص، وقت صغير يعني، خليه كده وخلاص. يبقى ديت هتاخد 200 بيكو سكند. يبقى الميموري عشان نروح نجيب قيمه من الميموري ونحطها في الدايره هناخد قد ايه؟ 200 بيكو سكند. طب عشان ناخد
عشان نعمل عملية في الـ ALU يعني البروسيسور، يعني الدايرة بتاعت البروسيسور عشان نعمل فيها عملية بتاخد قد ايه؟ 100 بيكو سكند. طب عشان نقرا حاجة من الريجسترز، احنا قلنا الريجسترز دي سريعة خالص، عاوزين ناخد قيمة من الريجسترز، يعني لو الـ RS موجود فيه 5 عاوزين ناخد الخمسة دي عشان نوديها للبروسيسور نحسبه. الوقت اللي احنا بناخد القيمة دي من الريجستر نوديه للبروسيسور قد ايه؟ 50 بيكو سكند. يبقى الريجستر سريعة قوي. ده بص الميموري دي رخمة قوي، الميموري دي صح؟ الميموري دي رخمة قوي. طب بالنسبة بقى للكومبينيشنال لوجيك، الكومبينيشنال لوجيك دي بتاعت مين؟ بتاعت الكنترولز. هنعتبر اللي هي زيرو، هنعتبر الكنترول دي سحر مبدئيا كده بس عشان نبسط العملية، لأن الكنترولز موجودة في كل العملية فمش مهم لو نحسبها. لكن ايه اللي مش موجود في كل العمليات؟ مش كل العمليات فيها ريد من الميموري، ومش كل العمليات فيها ايه؟ حاجات من ريجستر، صح؟ يبقى دول مهتمين بيها، لكن اكيد كل العمليات هنحسب الكنترولز، فهنحط هنا القيمه هنفرضها بزيرو. هي مش بزيرو طبعا، هي اكيد ليها وقت، وده اللي خلاها اوحش من السيكونشال اللي احنا قلنا عليه، صح؟ تمام. نحسب بقى بالنسبه للار تايب، احنا هناخد حاجه من الميموري في الار تايب. احنا هناخد حاجه من الميموري. هناخد ايه من الميموري؟ الانستراكشن نفسه. ما هو في عندنا اثنين ميموري مش ميموري واحده، كان في ميموري في الاول خالص وفي ميموري في الاخر خالص. هي الار تايب ملهاش دعوه بالميموري اللي في الاخر خالص اللي هي بتاعت الداتا، لكن ليها دعوه بالميموري اللي في الاول خالص. اهي الرسمه اهي، الرسمه اهي، بس انتوا مش واخدين بالكم. الرسمه اهي، كان في ميموري اللي احنا بناخد منها الامر نفسه، وفي ميموري اللي احنا بنرجع فيه القيم او بناخد منها قيم لو احنا هنجمع عليها حاجه، صح؟ احنا اكيد هنحتاج الميموري دي، بس مش هنحتاج الميموري دي. الميموري دي بنسميها عمليه الفيتش، اللي احنا بناخد فيتش من الانستراكشن. عرفتوا الفيتش بيحصل ازاي؟ تمام. نروح هنا تاني الدايره، خليكم فاكرين الدايره دي. تمام، خليكم فاكرين الكومبوننت بس يعني. تمام، يبقى اكيد هناخد حاجه من الميموري وامر الفيتش، يبقى دي 200. طب هناخد حاجه من ريجستر، هنريد حاجه من ريجستر، يبقى 50. طب هنحسب حاجه في البروسيسور، ما دي عمليه جمع، يبقى 100. طب هنكتب حاجه في الميموري، هنرجع ناتج في الميموري، يبقى دي مفيش حاجه، صح؟ تمام. هنرجع نكتب حاجه في الريجسترز تاني، يبقى 50. اجمع بقى كل القيم دي 250 و100. خد بالك العمليه دي اللي هي الفيتش، ودي الديكود، ودي الاكسكيوت، ودي الايه؟ الميموري، اللي هي بتاعت تجيب قيم من الميموري، فيتش اوبرنت، برافو عليك. وديت اللي هي ايه؟ رايت باك، اللي احنا نرجع الناتج. تمام، يبقى ديت هتاخد كام العمليه دي؟ 400. طب بالنسبه للاي تايب، هناخد الامر من الميموري، وهناخد حاجات من الريجسترز، وهنعمل عمليه حسابيه في الاي ال يو. هنرجع حاجه في الميموري؟ لا، بس هنرجع حاجه في الايه؟ في الريجستر. يبقى ديت ايه؟ 400 هي كمان. تعال بص اللود، الامر اللي انتوا فاكرينه امر بسيط، امر اللود اللي بيجيب قيمه من الميموري يرجع يخزنها فين؟ في الريجستر. الامر ده بقى اطول امر. ازاي؟ احنا بناخد امر اللود نفسه من الميموري، صح؟ يبقى ده هياخد قد ايه؟ 200. وهناخد حاجات من الريجستر، صح؟ امر اللود، ما احنا عشان نحسب اللود كان بناخد الاميديت الاخراني نعتبره اوفست، وناخد الاميديت الاولاني الار اس نعتبره بيز، ونعمل لهم حسبه مع بعض، صح؟ يبقى هناخد حاجه من الريجسترز، يبقى 50. هنحسب حاجه في البروسيسور، تمام، يبقى كده ايه؟ يبقى كده 100. وهنجيب حاجه من الميموري، الميموري الثانيه، يبقى كده 200. شفتوا بقى المشكله؟ يبقى امر اللود ده طلع ايه؟ رخم. هو يظهر لك في الكتابه سهل، لكن هو في الحقيقه اطول امر. من الاخر، اي امر بيتعامل مع الميموري كتير، يبقى هو دوت اوحش امر. فهمتوا الفكره؟ لان الميموري هي اطول مده. ليه الميموري اطول مده؟ حد يفكرني؟ ليه الميموري بتاخد اطول مده؟ لان الميموري بطيئه، لان الخامات اللي هي مصنوعه منها بطيئه، ومش كده وبس. والميموري مش لازقه في البروسيسور، هي الميموري متركبه في البروسيسور. الميموري مش متركبه في البروسيسور، البروسيسور متركب في حته، والميموري متركبه في حته واحده ومتوصلين بالمذر بورد. فبتاخد مشوار عبال ما نروح نسال الميموري، وهي بطيئه اصلا.
عبال ما ترجع القيمة وتركبها الباص والباص يوصل لنا صح؟ يرجع للبروسيسور. فهمتوا الفكرة؟ في كاش، برافو عليك، بس احنا هنفرض الدايرة بالشكل ده دلوقتي. سيبك من الكاشز دلوقتي. خلاص؟ الكاش دي هناخدها إن شاء الله قدام. وهكذا. بص بقى مين أصغر أمر بقى، بص الجنب. محترم خالص الجنب ده. ولا أي حاجة خالص. قال له هو الأدرس بتاع الجنب بيتحسب مين؟ فين؟ احنا مش هنحتاج في الجنب نحسب أدرس. الجنب مش كان عبارة عن جنب، كان عبارة عن أوبي كود و26 بت. 26 بت دول كانوا أدرس صح؟ بس هما مش كاملين، كانوا المفروض يكملوا يبقوا كام؟ 32. طب يبقى لازم نعمل لهم عمليه حسابيه اكيد في الاي ال يو. لا، ما في كومباينيشنال سيركت فوق هي اللي بتحسب الحته دي، فاحنا هنعديها. فهيطلع الجامب دوت ماله؟ الطف امر، ظريف جدا. كل اللي هياخده ايه؟ 200، لان هو مش هيعمل اي حاجه غير اللي احنا هنقرا الامر من مين؟ من ميموري، من الانستراكشن ميموري. برافو عليك. فهمتوها؟ عرفتوا مين اطول امر ومين اصغر امر؟ تمام. بس عندنا مشكله. تفتكروا بعد ما عرفنا اطول امر واصغر امر، احنا شغالين في بروسيسور اسمه ايه؟ سنجل سايكل. ما شاء الله. يعني ايه سنجل سايكل؟ يعني كل العمليات دي هتتنفذ في سايكل واحده. كل العمليات بتاعت امر الار تايب في سايكل واحده، وكل العمليات بتاعت الاي تايب في ايه؟ برضه في سايكل واحده. تقصد ايه؟ السايكل دي هيبقى مدتها قد ايه؟ 600. مش بمزاجك، احنا هننقي الامر اللي يساع، هننقي الوقت اللي يساع ننفذ فيه كل الاوامر. ما احنا عندنا كام كلوك؟ هو واحد. مش هنعمل لكل امر فيهم كلوك صح؟ لان هو الكلوك لازمته اللي هو ينبهنا كل شويه زي الالارم. انا خلصت امر، اعمل الامر الثاني. انا خلصت امر، كل شويه ايه؟ ينبهنا صح؟ فلازم الكلوك هنا نختاره بايه؟ باطول وقت فيهم اللي هو عندنا كام؟ 600. يعني الجمب اللي هو كان ممكن يتنفذ في 200 غصب عن عينه هيتنفذ في قد ايه؟ 600. فهمت الفكره؟ يبقى مع ان الجمب 200 برضه هيتنفذ 600، لان احنا الدايره بتاعتنا دي اسمها الاركتكتشر بتاعتنا دي اسمها ايه؟ سنجل سايكل. يعني امر الجمب هيدخل في الثانيه زيرو، او في البيكو سكند زيرو، من التايم زيرو، هيطلع بعد 600. يعني الامر اللي بعده مش هيتنفذ قبل 600 بيكو سكند، مع ان ممكن يكون الجنب خلص لكن الكلوك لسه ايه؟ ما رجعش. زي ايه بالظبط؟ واحد بياكل بسرعه وواحد بياكل بالراحه، لكن الالارم انا ظبطه على قد ايه؟ 5 دقائق. اللي بياكل بسرعه ده خلص الاكل وقاعد مستني الكرسي بتاعه، مش هيقوم من عليه الا لما يجي ايه؟ لما الالارم ينبهني. فالالارم دوت مظبوط على كام دقيقه؟ 5 دقائق. انا اكلت في دقيقتين، هفضل قاعد استريح شويه. فاهم الفكره؟ لغايه لما الالارم يقول لي ايه؟ يقول لي التاني تعالى بسرعه بعد 5 دقائق. فهمتوا الفكره؟ تمام. هو دوت السنجل سايكل. فاحنا ممكن بنعمل حركه كده بنسميها الايه؟ دوت اللي احنا بنسميه الكريتيكال باس. يعني الامر نفسه عشان يتنفذ، انتوا عارفين مثلا امر الار تايب عشان يتنفذ بيمر بالدايره دي، الدايره اللي انتوا شايفينها دي، الدايره اللي تحت اللي بتحسب الامر نفسه، والدايره اللي فوق اللي بتحسب ايه؟ البي سي اللي هو الامر اللي بعده. فدول بيسموهم الكريتيكال باس. بننقي انهي اللي هياخد اطول وقت؟ الدايره اللي تحت دي تاخد اطول وقت. تمام؟ فهنا 400. هو بيوريك الحسبه اللي احنا حسبناها بس بشكل جرافيكال يعني عشان تبقى سهله يعني. فانت بتنقي اطول شريطه من دول، وهي دي هتبقى كلوك سايكل. تمام؟ هنا في اللود الشريطه دي طويله قوي لانها هتدخل على الميموري. اللي قبليها ما كانتش بتدخل على الميموري. واخدين بالكم؟ الشريطه دي او الباص ده ما يدخلش على الميموري، لكن الباص ده اطول منه شويه وهكذا. تمام؟ ايه، يبقى احنا عرفنا ان الميموري دي هي اللي مشكله، هي اللي فيها المشكله. وعرفنا ان احنا دلوقتي الكلوك سايكل هتتحسب على اطول امر. نيجي بقى نتكلم كده على السنجل سايكل عموما. هنكتشف من اللي احنا شفناه ده كله
اللي السنجل سايكل دايره فاشله لان احنا مضطرين نستنى اطول امر هو اللي هيتحسب عليه كل حاجه حتى لو في اوامر اقصر منه وهو انفيشنت. الكلام ده انفيشنت لانه بيعطل لنا الدنيا. ممكن يكون الجنب خلص فاهمين بس برضه مضطر يستنى يفضل قاعد على الكرسي زي ما قلنا. ديت عيوب السنجل سايكل. تقدر توبتمايز اي حاجه، تقدر تحسن الدايره دي. كل ما هتيجي تعمل حاجه هتزود في الدايره، هتزود هاردوير. ليه؟ لان انت عرفت ان الكنترول بتتحسب بحاجه اسمها ايه؟ كومباينيشنال سيركت. فكل ما هتيجي تعدل في الدايره دي هتضطر تزود هاردوير. فدي عيب ثالث. تمام؟ بنحط قواعد كده بما ان الدايره دي طلعت فاشله. فاحنا هنحط قواعد كده لتصميم الدوائر بقى. ايه القواعد ديت؟ اللي احنا عندنا المهم في تصميم الدايره الحاجه اللي اسمها الايه؟ الكريتيكال باس. عاوزين طريقه نحسن بيها الكريتيكال باس ده. ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله المره الجايه. عاوزين نحسن، يبقى ممكن نحدد ازاي نصمم دايره عن طريق شويه قواعد. اول حاجه منهم عاوزين نقلل الكريتيكال باس. تاني حاجه منهم بيسموها البريد اند باتر. دي اللي بنقولها عندنا الاكله الاساسيه. طبعا الاكله الاساسيه في اوروبا مثلا او في حته مثلا زي انجلترا هي البريد اند باتر. بيها ايه؟ اللي انا عاوز اقلل الدوائر على قد ما اقدر. ما اعملش دوائر لكل حاجه، يعني انا اللي يشبعني مش عيش وملح؟ اجيب انا بقى فراخ وبط وحمام وبتاع احطه جنبي وفي الاخر ارميه؟ يعني ايه مقصود بيها؟ يعني في الدايره اللي انتوا شفتوها الدوائر اللي احنا شفناها. البي سي مثلا، البي سي مثلا، البي سي احنا كنا عاملين له دايره اسمها ايفر صح؟ بتعمل لها ايه دي؟ بتزود عليها اربعه صح؟ في داعي اللي احنا نقول البي سي هنزود عليه اثنين، نعمل له دايره بتزود عليه اثنين؟ في داعي؟ ممكن في وقت من الاوقات البي سي يزيد عليه اثنين ممكن. ممكن نزود عليه اثنين. لو احنا طالعين لا ما اقصدش. لو البي سي الامر اللي هينفذه بعد كده جاي من البرانش ممكن يكون عباره عن البي سي زائد اثنين. بس دي في حاله اللي احنا عملنا ايه؟ البرانش بس صح؟ يبقى احنا نقعد بقى نعمل بي سي زائد اثنين عشان البرانش، والبرانش ممكن يطلع لي بي سي زائد خمسه. نعمل دايره ثانيه تعمل بي سي زائد خمسه. احنا متاكدين ان الدايره اللي دايما هتتكرر هي مين؟ البي سي زائد اربعه. مش محتاجين بقى نعمل بي سي زائد خمسه، مش محتاجين نعمل بي سي زائد اثنين، دول هنعملهم بالبروسيسور مثلا. لان هم حالات ما بتحصلش الا في الايه؟ في البرانش. فهمت الفكره؟ هي دي مقصود بالبريد اند باتر. يعني نعمل الكومن سيركت بس. تمام؟ هم سموها بريد اند باتر، احنا ممكن نسميها ايه؟ عيش وملح او فول وطعميه، اي حاجه. براحتكم يعني. شوف حسب انتوا جعانين ازاي يعني. خلاص؟ اخر حاجه لازم نعمل حاجه اسمها البالانس ديزاين. البالانس ديزاين اللي احنا الدوائر كلها نحاول نخليها صغيره وقد بعض، ما يكونش اللود مبحبح على نفسه خالص ومقفلها على الايه؟ على الجنب. عاوزين نصغر بقى اللود ده نخلص منه، فنعمل بالانس. تمام؟ ديت القواعد اللي احنا استنتجناها من الديس ادفانتجز بتاعت مين؟ سنجل سايكل. تمام كده. وبكده يبقى احنا خلصنا الحمد لله السنجل سايكل، خلصنا فيها الداتا باس بتاعتها، وصلنا الدوائر ببعض، وصلنا للدايره المعقده اللي في الاخر دي. اتبقت شويه حاجات احنا مش عارفين بتيجي منين. عرفنا النهارده ان الحاجات دي بناخد جزء من الامر اللي هي الاوبي كود وبندخله على كومباينيشنال سيركت، وبيطلع لنا القيم اللي هتطلع حاجة تانية الجزء التاني في الديزاين بتاع الاركتكتشر اللي احنا بنسميه ايه؟ الكنترول لوجيك. وبكده يبقى احنا خلصنا محاضرة النهارده.